لا يعني لا تظاهرة سينمائية تهتم بقضايا المرأة في المجتمع العربي، تنظم بسينماتيك الجزائر العاصمة على مدار 3 أيام. التظاهرة التي تتزامن وشهر مارس الذي يحتفى به باليوم العالمي لحقوق المرأة. افتتحت العروض بالفيلم الروائي المطول ريش للمخرج المصري أيمن الزهيري. هي مبادرة ثقافية سينمائية وفيها ندوة مهمة جدا، لا يعني لا يعني لا للعنف ضد المرأة. كل الأفلام يعني اللي جبناها التي ستعرض لأول مرة في الجزائر، ربما ما عدا الفيلم الجزائري القصير للمخرج عبد الله عقون سترة اللي ربما عرض في وقت سابق، ولكن كل الأفلام هي عروض أولى في الجزائر. بعد كل من تونس، فلسطين والأردن، اختيرت الجزائر كرابع محطة لهذه التظاهرة التي تهدف إلى فتح النقاش حول قضايا العنف ضد المرأة عبر الأفلام والندوات المبرمجة. احنا الافلام نختاروهم اللي عندهم علاقه مع المراه، انا افلام تحكي على قضيه المراه في العالم العربي، دونك اخترنا افلام طويله روائيه ووثائقيه وافلام قصيره ثاني. واحنا رانا نعملوا كومين ايتود، كل بلد نروحوا له نديروا فيه نتقولي نحنا، باش من بعد على المدى الطويل نقدروا اموا المبادره هذه ما تكون جوست درنا ايفينمون على المراه ونروحوا، باسكو كاين بزاف دي زيفينمون هكذا، دونك حنا نحبوا نروحوا اكثر. التظاهره تعرض للمره الاولى افلام مطوله، اهمها فيلم سولا للمخرج الجزائري صالح يسعد، والفيلم الفلسطيني كما اريد للمخرج سماهر القاضي.